اللي عندي اليوم ان شاء الله العرس ديال اكس وان اكن وان ان شاء الله اللي غتكون بيان سور الاطلاله ديال المرات ديالو من التوقيع ديالي اللي وقفنا معها انا والنقافه بيان سور موني رمسيس اللي شاركونا بزاف تاع الناس منهم يعني عيسى وشوف الشريف هذا ومنهم لو بالمي بلون اللي وقف بكل شيء صراحه الله ولا الفوتوغراف ولا زعما ناس تبارك الله. ممثله جمعيه الايد البيضاء للصناعه التقليديه والتنميه البشريه اليوم كنقوم بتنظيم الدوره الثامنه لخفطان مازاغو. الدورة هذه كتميز على باقي الدورات حقيقة يعني ما غيكون شي تميز كثير هو أننا انتقلنا من مدينة جديدة إلى مدينة الدار البيضاء وغيكونوا ضيوف شرف اللي هي الجزائر وتونس اللي غيشاركونا بمصممين أزياء وبفنانين ديالهم وإن شاء الله في شهر يعني غيكون في شهر 8 إن شاء الله غادي نكونوا حنا غادي نقوموا بواحد العرض الأزياء اللي غنقوموا به في الجزائر إن شاء الله وكاين بعض المفاجآت اللي غنخليوها ان شاء الله في لوفنت 9 مارس وتصدروها معنا وغيكونوا مساندينا بعض الفنانين كعبد الرحيم السويري ابتسام تيسكات ممثلة تركية فريدة وممثلة مغربية خليوها نعرفوها لوفنت 9 مارس ان شاء الله. اول انا نوح حمدي رئيس مهرجان ملكة المحجبات العرب وافريقيا. احنا كان عندنا كاستنج في طنجة من اسبوع كنا بنختار البنت اللي هتمثل المغرب واخترنا الدكتورة دنيا الخلداوي هي اللي هتنزل معانا القاهرة يوم 13 14 و15 ابريل باذن الله. كان معانا لجنه محترمه جدا هي اللي كانت بتختار البنات. كان معانا الشيف هند الدساوي الاعلاميه حجيبه ماء العينين المطربه خوله بن عمران. كان معانا زكي بملال مصمم الازياء. كان معانا امين العوني ملك الكمال المغرب وكان معانا مصممه القفطان سعيده الحميدي مصممه ازياء مغربيه مقيمه بالسعوديه. فكان معانا لجنه محترمه جدا. الفرق كان ما بين البنات درجه يعني بس دنيا ما شاء الله عليها هي اللي فازت وكمان حتى يمكن هي دلوقتي كمان عندها استضافه في التلفزيون في لبنان. الدنيا مقلوبه خالص على الكاستنج الناس فرحانه بيه جدا وباذن الله تكون واجهه مشرفه لبلدها وباذن الله ناويين السنه الجايه كمان بدل ما الختام يكون في القاهره هنعمل السنه الجايه الختام في المغرب. دعواتكم بقى. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.